بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. قال الإمام الشافعي رحمه الله: قال محاوره: فتذكر حديثا في تجويز الاجتهاد؟ قلت: نعم. أخبرنا عبد العزيز عن يزيد بن عبد الله بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن بسر بن سعيد عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص عن عمرو بن العاص أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر. أخبرنا عبد العزيز عن ابن الهاد قال: فحدثت بهذا الحديث أبا بكر ابن محمد ابن عمرو بن حزم، فقال: هكذا حدثني أبو سلمة عن أبي هريرة. فقال: هذه رواية منفردة يردها علي وعليك غيري وغيرك، ولغيري عليك فيها ولغيري عليك فيها موضع مطالبة. قلت: نحن وأنت ممن يثبتها؟ قال: نعم. هذا الحديث رواه مسلم في صحيحه، وهذا الحديث وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر، نص في إثبات أن الاجتهاد خطأ وصواب، ورد على من يقول أن كل مجتهد مصيب، بمعنى أنه على صواب. وأما من قال أنه على صواب بالاجتهاد فهذا الذي لزمه قد فعل ما يلزمه، فهذا كلام صحيح، وهو الذي ذكره الشافعي في مسألة القبلة كما بيناه في المرة السابقة، أنه على صواب بالاجتهاد، أنه حين اجتهد قد فعل ما عليه ولا يقدر على غير ذلك. هذا الصواب في حقه، أنه عليه أن يجتهد. وأما أنه أصاب الحق الذي عند الله فهذا ليس في كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أن كل مجتهد يصيب الحق عند الله، بل هذا الحديث نص في أن الحق واحد، أصابه من أصابه وأخطأه من أخطأه. لو كان كل مجتهد مصيب فكيف يستقيم هذا التقسيم؟ لو كان كل مجتهد مصيب بمعنى قد وافق الحق، فكيف يكون الشيء حلالا حراما في نفس الوقت؟ هذا كلام غير صحيح. الطعن في الحديث غير ثابت، لا، طعن غير صحيح. الحديث ثابت من رواية عمرو بن العاص، وثابت من رواية أبي هريرة رضي الله عنه. حديث أبي هريرة متفق على صحته، رواه أحمد وأصحاب الكتب الستة. وحديث عمرو بن العاص رواه مسلم والله أعلم. قال: قلت: نحن وأنت ممن يثبتها؟ قال: نعم. قلت: فالذين يردونها يعلمون ما وصفنا من تثبيتها وغيره. قلت: فأين موضع المطالبة فيها؟ قال: فقال: قد سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رويت من الاجتهاد خطأ وصوابا. فقلت: فذلك الحجة عليك، إن الرسول قسم إلى خطأ وإيه وصواب، يبقى حجة إنه لا يكون كل مجتهد مصيبا للحق. قال: وكيف؟ قلت: إذ ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يثاب على أحدهما أكثر مما يثاب على الآخر، يثاب على الصواب أجران ويثاب على الخطأ أجر، ولا يكون الثواب فيما لا يسع ولا الثواب في الخطأ الموضوع. لو كان خلاف غير سائغ ولا يسع الإنسان أن يفعله كيف يثاب؟ مقصر، ترك ما وجب عليه، فكيف يثاب؟ وكذلك الخطأ ليس مثابا عليه، إنما أثيب على الاجتهاد والخطأ عنه مرفوع.
يقول قلت إذ ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يثاب على أحدهما أكثر مما يثاب على الآخر، ولا يكون الثواب فيما لا يسع، ولا الثواب في الخطأ الموضوع وضع عنه إثمه وضع عنه ثقله، يقول لأنه لو كان إذا قيل له اجتهد على الخطأ فاجتهد على الظاهر كما أمر كان مخطئا خطأ مرفوعا، إذا قيل له اجتهد على الخطأ فاجتهد على الظاهر على أن يبحث عن الظاهر كما أمر كان مخطئا خطأ مرفوعا، كما قلت كانت العقوبة في الخطأ فيما نرى والله أعلم أولى به، وكان أكثر أمره أن يغفر له، ولم يشبه أن يكون له ثواب إلا على خطأ، ولم يشبه أن يكون له ثواب على خطأ لا يسع. وفي هذا دليل على ما قلنا أنه إنما كلف في الحكم الاجتهاد على الظاهر دون المغيب والله أعلم، بمعنى أن الواجب عليه عندما يشتبه الأمر أن يجتهد، أما أنه قد أصاب الحق في الباطن فالله أعلم، هذا الذي ظهر لديه هذا الظاهر الذي ظهر لديه هو الذي يلزمه أن يتبعه، ولا يلزمه شيء لا يستطيع الوصول إليه ولا الجزم به. وكما ذكرنا هناك دليل يوافق هذا الكلام تماما، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام وإذا حصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله ولكن أنزلهم على حكمك فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا. وهذا نص في أن الأمور التي ليس فيها نص قاطع والتي مردها إلى الاجتهاد، المجتهد يفعل ما يجتهد فيما ظهر له وأنه لا يدري بالقطع واليقين أصاب حكم الله أم لا، فهذا إن كان صوابا فله الأجران وإن كان خطأ فله أجر، وهذا بناء على ما في الباطن على ما في الحقيقة عند الله الذي كلفنا أن نعمل بالظاهر، مثل ما كلفنا أن نحكم بشهادة الشهود، وقد يكون أحد الشاهدين كاذبا ولكن ليس هذا هو الظاهر، الظاهر أنهما طالما هم عدول لم يخطئا ولم يكذبا، وقد يقع شيء من ذلك لا يسعنا أن نبني على الاحتمال المرجوح، لكن يلزمنا أن نبني على الظاهر وهو صدق الشهود العدول وصحة شهادتهم، وإذا بنينا على ذلك لم يكن علينا تكليف بغير ذلك، لم يكن علينا تكليف أننا نصيب الأمر في الباطن، الباطن الذي هو عند الله عز وجل الذي لا نعلمه أن هذا الشاهد كان كاذبا مثلا، فالحكم على القاضي بالإثم في حالة ما إذا كذب أحد الشهود تكليف بما لا يطاق، كذلك في كل مسائل الاجتهاد يجب على المجتهد أن يبني على ما ظهر لديه من الأدلة، وإذا خفي عليه شيء لم يكلف به، خطأه مرفوع، خطأه وعقوبته ليس عليه إثم في ذلك، لا يعاقب ولا يوضع عليه ذنب في هذا. قال إن هذا لا يحتمل أن يكون كما قلت، ولكن ما معنى صواب وخطأ؟ قلت له مثل معنى استقبال الكعبة يصيبها من رآها بإحاطة، اللي شايفها بعينه جازم وقاطع بأنه رآها، ويتحراها من غابت عنه بعد أو قرب منها، يعني واحد في مكة بيجتهد يقول احنا هنا شمال المسجد الحرام هنتجه جنوبا ونحو ذلك، واحد في مصر واحد في أمريكا قرب أو بعد بيعمل ايه؟ يجتهد في الاتجاه إلى الكعبة، يتحراها من غابت عنه بعد أو قرب منها فيصيبها بعض ويخطئها بعض، فنفس التوجه يحتمل صوابا وخطأ، إذا قصدت بالإخبار عن الصواب والخطأ قصد أن يقول فلان أصاب قصد ما طلب فلم يخطئه، وفلان أخطأ قصد ما طلب وقد جاهد في طلبته في طلبه، يعني عايز يقول إن في معنيين لكلمة خطأ وصواب، فلان أصاب
يعني عمل اللي عليه. فلان أصاب بمعنى كان اجتهاده يوصله إلى الإيه؟ إلى الحق. اللي اجتهد في القبلة دول بيقولوا أندونيسيا بقالهم مش عارف سنين بيصلوا ناحية كينيا. أقول لهم أزمة في أندونيسيا إن القبلة بتاعتهم كانوا محسوبة إيه؟ في مساحة كبيرة جدا محسوبة غلط. قالوا لهم تتجهوا شرقا وخلاص. شرقا دي تطلع ناحية إيه؟ ناحية كينيا وناحية المحيط الهندي. لازم يتجهوا الى شمال الايه؟ الشرق، شمال الغرب اقصد، يتجهوا غربا. معذورين بالظبط كده، اصابوا بمعنى فعلوا ما عليهم. اصابوا بمعنى ان هم كانوا متجهين للكعبه؟ لا، اخطاوا ما قصدوه. فممكن يقال ان كل مجتهد مصيب بمعنى فعل ما عليه حين اجتهد. اصاب بالاجتهاد. وأما أنه أصاب الحق الذي هو عند الله فزيها في القبلة، بالتأكيد أن القبلة لا، أن الكعبة دي مكان واحد، ما ينفعش أن كل واحد اتجه كده وكده يبقى وصل للكعبة، يبقى وجهته الكعبة، هي وجهة واحدة. القبلة دي هتبقى مكان خط واحد أو جهة واحدة في المكان اللي احنا فيه، يا خطأ يا صواب، ما ينفعش اتجاهين. ولكن اللي صلى باجتهاد قد أدى ما عليه، صلاة صحيحة. يقول فقال هذا هكذا أفرأيت الاجتهاد أيقال له صواب على غير هذا المعنى؟ قلت نعم، على أنه إنما كلف فيما غاب عنه الاجتهاد، فإذا فعل فقد أصاب بالإتيان بما كلف. عمل عليه أصاب بالاجتهاد، أصاب بالإتيان بما كلف. إذا اجتهد قالوا له أنت تجتهد، اجتهد يبقى عمل إيه؟ عمل ربنا فرضه عليه، وحتى ولو كان قد إيه؟ قد أخطأ الحق الذي عند الله. يبقى في حق عند الله، ده أمر مقطوع به، وده كلام واضح جدا من الشافعي يعني. لكن هو طبعا رسوخ اللغة العربية عند الشافعي حاجة بقى ظاهر جدا. الحق إن العجيب أن ينقل عن الشافعي في مسألة كل مجتهد مصيب قولان، حتى في المذهب يقولون في قول بيقول كل مجتهد مصيب، وبعضهم يقول لا، بل المجتهد المصيب واحد والباقون ايه؟ مخطئين. مع ان الشافعي وضحها بيانا لا شك فيه، لكن ليس كل من يقرا كلام الشافعي نتيجه جزاله اللغه عنده يفهم مقصده من ذلك. هو بيقول قد فعل ما عليه، اللي اجتهد فعل ما عليه، ولكن كونه اصاب الحق الذي عند الله لا يلزم. زي القبلة بالظبط، مطلوب منه لمن غاب عنها أن يجتهد. اجتهد، يا إما أصاب القبلة الكعبة وكان فعلا هي دي الجهة، يا إما أخطأ وهو قد فعل ما عليه فصلاته صحيحة. يقول هل يقال له صواب على غير هذا المعنى الذي ذكرت، أنه أصاب قصد ما طلب أو أخطأ قصد ما طلب؟ نعم، قلت نعم، على أنه إنما كلف فيما غاب عنه الاجتهاد، فإذا فعل فقد أصاب بالإتيان بما كلف. إذا فعل يعني إذا اجتهد فقد أصاب بالإتيان بما كلف، وهو صواب عنده على الظاهر، ولا يعلم الباطن إلا الله. القطع واليقين اللي هو اللي بيسميه إحاطة في حتة تانية، القطع واليقين بأن الصواب في المسألة الاجتهادية الاجتهاد السائغ، من المصيب فيها؟ كل واحد بيقول أظن أني أنا المصيب. من الذي يقطع؟ من الذي عنده علم القطع؟ الله عز وجل هو الذي يعلم هذا الغيب. ايه الحاجات اللي احنا بنقطع بيها اللي فيها ايه؟ نص من الكتاب او السنة او الاجماع، والقياس الجلي قريب منهما. يقول ونحن نعلم ان المختلفين في القبلة وان اصابا بالاجتهاد اذا اختلفا يريدان عينا لم يكونا مصيبين للعين ابدا، ومصيبان في الاجتهاد، وهكذا ما وصفنا في الشهود وغيرهم. يعني اللي اتجه كده واللي اتجه كده، واحد منهم رايح ناحية الكعبة المصيب، والباقيين مخلفين له ليسوا في جهة الكعبة، ليسوا إلى جهة الكعبة، ومع ذلك كل واحد فعل ما إيه؟ ما يلزمه. وهكذا في مسائل الاجتهاد السائغ. الشهود القاضي عليه يعمل إيه؟ يحكم بالشهود العدول، يدور في العدالة والصدق والأمانة والتحري، ويسأل الشهود كويس،
وفي الاخر يتاكد ان هم قالوا كده يحكم بشهادتهم. هيقتل بيهم الراجل، هيقطع ايده، يرجم هذا الرجل باربعه شهود عدول. مش ممكن يكونوا غلطانين؟ اه ممكن، بس الراجل ماذا عليه اكثر من ذلك؟ القاضي ده ليس عليه اثم اذا اخطا بعد هذا، ان احد الشهود كان كذاب، احد الشهود ما بصش كويس، ما شافش كويس، وقال فلان بالظن. هو ما عليهوش اكتر من كده. القاضي عليه ان يعمل بالظاهر، كلف ان يعمل بالظاهر، حكمه صواب من جهة انه فعل ما عليه، خطأ في الباطن عند ربنا من جهة انه واحد من الشهود كان ايه، كان كذاب. قال افتوجدني مثل هذا؟ قلت ما احسب هذا يوضح باقوى من هذا. مسألة القبلة ومسألة الايه، الشهود، ان ده اوضح ادلة ان هو مكلف بان يفعل ما امر به من الاجتهاد وان يتبع هذا الاجتهاد، وان ممكن الاجتهاد ده يبقى خطأ او صواب، وافق الحق او اخطأ الحق، وهو فعل ما عليه فقد اصاب بانه اجتهد. قال فاذكر غيره. قلت احل الله لنا، عايز مثل تاني، يقول قلت احل الله لنا ان ننكح من النساء مثنى وثلاث ورباع وما ملكت ايماننا، وحرم الامهات والبنات والاخوات. قال نعم. قلت فلو ان رجلا اشترى جارية فاستبرأها، استبرأها يعني جعلها عنده تحيض حيضة قبل ان يمسها، علم براءة الرحم بحيضة، ايحل له اصابتها؟ قال نعم، ده باجماع المسلمين بعد نص كتاب الله، والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ملكة ايمانهم فانهم غير ملومين. مش زي بعض الجهل يقول لك ده دي احاديث ضعيفة، حديث ده انت احنا ما نعرفش نجيب احاديث، احنا نعرف نجيب ايه، ايات. الاستبراء بحيضة، ده في المملوكة الرسول عليه السلام قال لا توطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى تحيض حيضة. قال ايحل له اصابته؟ قال نعم. قلت فاصابها وولدت له دهرا ثم علم انها اخته، كيف القول فيه؟ قال كان ذلك حلالا حتى علم بها فلم يحل له ان يعود اليها. قلت فيقال لك في امرأة واحدة حلال له حرام عليه بغير احداث شيء احدثه هو ولا احدثته؟ قال اما في المغيب فلم تزل اخته اولا واخرا، هي اخته في الحقيقة في الباطن عند الله، واما في الظاهر فكانت له حلالا ما لم يعلم وعليه حرام حين علم. وقال ان غيرنا لا يقول لم يزل آثما باصابتها ولكنه مأثم مرفوع عنه، ده في الحقيقة خلاف لفظي وخطأ من قائله، يعني اللي قال ما آثم وخطأه وإثم مرفوع، ما ينفعش تقول آثم في الحقيقة، نقول أخطأ وخطأه مرفوع. فقلت الله أعلم، وأيهما كان فقد فرقوا فيه بين حكم الظاهر والباطن وألغوا المأثم عن المجتهد على الظاهر وإن أخطأ عندهم ولم يلغوه عن العامد. اللي فعل كده عمدا يبقى ايه؟ آثم قطعا. قال أجل. وقلت له مثل هذا الرجل ينكح ذات محرم منه ولا يعلم، وخامسة وقد بلغته وفاة رابعة كانت زوجة له وأشباه ذلك. له حاجات كتيرة، كان متجوز أربعة، واحدة في بلد تانية، قالوا له فلانة ماتت، عقد النهاردة بناء على أن فلانة ايه؟ ماتت، وصدقهم وبعدين راح لها لسه عايشة، وهو كان اتجوز واحدة ايه، خامسة، تبين بطلان هذا الايه، النكاح. هو في الحقيقة كان عليه اثم لما تزوج، لا، ولكن هي الزواج ده في الحقيقة من الاول وهو ايه، باطل، لان دي خامسة، لان الست ما ماتتش. قالوا له اختك من الرضاعة محرم بعد ما كان اتجوز وخلف، وطلع ان في شهود وهم ما كانوش يعرفوا بيهم على انهم اجتمعوا على ايه، على امرأة واحدة، رضعوا امرأة واحدة، تزوج ذاتها محرم، عرفوا. مش هنقول له كل مجتهد مصيب خليك ماشي معاها، لا، قطعا ويقينا ان انتوا كنتوا مخطئين وان زواجكم كان باطل ولكن كان وطئ بشبهة، مش هنقول انه كان زواج، ده كان متجوز اخته من رضاعة،
هنقول ان هذا الزواج وقع باطلا، ولكن كان وطئا بشبهة يمنع الاثم ويلحق الولد ويوجب الصداق ويفرق بينهما من ساعة ما علمه. وهو في الحقيقة كان ايه؟ كان زواج باطل. قال نعم اشباه هذا كثير. ايه؟ نصب عليهم يعني اخت حقيقي، اخت رضاعة، اخت حقيقي يا عم رضاعة، من ام وابوه. ده ممكن يحصل ايام العبيد، ممكن يحصل ايام العبيد، ممكن يحصل في واحد اتجوز وخاف من مراته الاولانيه انه يقول لها، ماشي كده، وخلف بنت والتاني كان عنده ولد وبعدين ما قالوا لهمش ان ليك اخت وكبروا وتعرفوا على بعض وقالوا تشابه اسماء ايام بطايق بتتكتب بالبتاع الثلاثي واتجوزوا وبعدين في الاخر قعدوا يدوروا طلعوا ان هو ايه؟ اخوات. ممكن اشباه هذا كثير، اشباه هذا كثير. ها اه اه صحيح، في السعوديه بيتجوزوا 20 واحده ويطلعوا يتجوزوا طلعوا يتجوزوا ما يعرفش عياله فين، ما يعرفش عدد الاولاد. فقال انه لبين عند من يثبت الروايه منكم أنه لا يكون الاجتهاد أبدا إلا على طلب عين قائمة مغيبة بدلالة، وأنه قد يسع الاختلاف من له الاجتهاد. يعني المجتهد ده بيدور على إيه؟ ما هو مش بيدور على كومة أحكام ينقي منها اللي عايزه يقول أنا بجتهد، زي ما بعض المشايخ المعاصرين فهم الاجتهاد إن أنا أقعد أفلي في الكتب وأدور على أحكام توافق الناس، اللي هو التلفيق الأعمى ده والعياذ بالله. يقول لك انا مجتهد، مجتهد ايه؟ ان انا اشوف له مذهب شيعة، مذهب ابن تيمية، مذهب ابو حنيفة، لا اي حد اللي يدور عليه ويلاقيه يسهل على الناس يبقى ايه؟ يبقى ياخد بيه ويفتيه. لا، الاجتهاد ده بيكون على طلب عين غائبة، حكم شرعي هو الحق عند الله، لازم تدور على هذا الحكم، وإلا الاجتهاد لا يصح إلا عين غائبة. زي بالظبط الاجتهاد في القبلة بيدور على ايه؟ على الكعبة فين؟ عشان يتجه اليها. فالمجتهد في الاحكام بيدور على حكم الله الذي هو الحق وهو غائب عنا، لانه لو كان قطع ما كانش بقى في المسألة ايه؟ اجتهاد. هي عين موجودة في عند الله عز وجل وبيطلبها بالدلالة، بيطلبها بالبحث في الأدلة، وأنه قد يسع الاختلاف من له الاجتهاد. يسعه بمعنى انه الاثم عنه ايه؟ مرفوع، وانه لا ينكر على غيره، وان كل منهم قد اصاب فعل ما كلف به، قد اصاب بان فعل ما يلزمه، وانه اجتهد، وليس انه اصاب الحق الذي عند الله. في حق عند الله يطلب بالاجتهاد. فقال فكيف الاجتهاد؟ فقلت ان الله جل ثناؤه من على العباد بعقول فدلهم بها على الفرق بين المختلف وهداهم السبيل إلى الحق نصا ودلالة، النصوص قاطعة الدلالة فيها اجتهاد. قال فمثل من ذلك شيئا، قلت نصب لهم البيت الحرام وأمرهم بالتوجه إليه إذا رأوه وتأخيه إذا غبوا عنه، تأخيه عن الاجتهاد في البحث عنه إذا غبوا عنه، وخلق لهم سماء وأرضا وشمسا وقمرا ونجوما وبحارا وجبالا ورياحا. فقال وهو الذي جعل لكم نجوما لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، وقال وعلامات وبالنجم هم يهتدون، فأخبر أنهم يهتدون بالنجم والعلامات، فكانوا يعرفون بمنه، بمن الله عليهم جهة البيت، بمعونته لهم وتوفيقه إياهم، بأن قد رآه من رآه منهم في مكانه، وأخبر من رآه منهم من لم يره، من رأى البيت يعني، وأبصر ما يهتدى به إليه من جبل يقصد قصده أو نجم يؤتم به وشمال وجنوب وشمس يعرف مطلعها ومطلعها ومغربها وأين تكون من المصلي بالعشي وبحور كذلك. يعني احنا نقول احنا بنعرفها دلوقتي بالخرائط، مش كده؟ كان زمان بيعرفوها بالايه؟ بالنجوم أكتر من الخرائط. يقولوا ايوه النجم ده بيبقى في جهه القبله في المكان الفلاني، يقوم يعرف القبله من هذا. احنا عشان الخرايط نقول شمال الشرق جنوب الشرق، ونعرف نجيبها ازاي؟ بالشمس
ونعرف نجيبها بالمشرق والمغرب، الشمس تغرب فين وتشرق فين، ونطلع الجهات ونقول زاوية كذا والبوصلة. دي دلائل في زماننا. كان زمان احنا اهتدائنا بالنجوم ايه؟ ضعيف جدا، معلوماتنا في النجوم ضعيف البحارة وعارفين كويس. احنا عامة الناس عندنا بسبب دراسة الجغرافيا عندهم معرفة بالشرق والغرب والزوايا اكتر من الايه؟ من النجوم بكتير. كان وهي دي العلامات. جبال يقول اه الجبل ده ايوه هو الجبل ده اللي بيبقى في جهة الشرق، يبقى انا عندي هنا القبلة شمال، يبقى شمال وجنوب، يبقى اتجه شمالا مثلا او جنوبا. يقول وكان عليهم تكلف الدلالات بما خلق لهم من العقول التي ركبها فيهم ليقصدوا قصد التوجه للعين التي فرض عليهم استقبالها. ده تمثيل للاجتهاد. فانت في اجتهاد اللي هو الحق الذي هو عند الله تدور عليه بالأدلة. فإذا طلبوها مجتهدين بعقولهم وعلمهم بالدلائل بعد استعانة الله، استعانتهم بالله يعني، والرغبة إليه في توفيقه، فقد أدوا ما عليهم وأبان لهم أن فرضه عليهم التوجه شطر المسجد الحرام، والتوجه شطره لا إصابة البيت بعينه بكل حال. ولم يكن لهم إذا كان لا تمكنهم الإحاطة في الصواب، إذا كان لا يمكنهم القطع بأنهم أصابوا، لم يكن لهم إذا كان لا تمكنهم الإحاطة في الصواب إمكان من عاين البيت. هم في درجة يقينهم بأن هم أصابوا ولا أخطأوا مش زي من اللي إيه؟ اللي عاين البيت بعينه، اللي شايف الكعبة بعينه متأكد أنه هو إيه؟ أصاب. ده اللي معاه نص، زي اللي معاه إيه؟ نص بالتحليل والتحريم. مسائل فيها اجتهاد بالدلائل. يقول ولم يكن لهم إذا كان لا تمكنهم الإحاطة في الصواب إمكان من عاين البيت أن يقولوا نتوجه حيث رأينا بلا دلالة. ما ينفعش واحد يقول لما أنا ما عنديش يقين ولا قطع حصل لي في أي حتة. لا، لازم تبذل إيه؟ جهدك في الدلالات لتعرف البيت، جهة البيت. المجتهد ما ينفعش يقول في المسائل اللي فيها اجتهاد أنقي زي أي حاجة، أنتقي ما أشاء. لا، خطر عظيم، باطل ومنكر من القول. الواجب أن يبذل جهده في معرفة الحق الذي هو عند الله بالدلائل، بالقياس، بالأدلة الأخرى، حتى يصل إلى ما يراه صوابا، يكون قد أدى ما عليه مع الاستعانة بالله وطلب التوفيق منه. إذا فعل ذلك لم يكن عليه إثم، قصر في ذلك يكون عليه الإثم. سبحانه وتعالى.